في يعني خبر آخر، يواصل المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف اعتدال بالتعاون المشترك مع منصة تليجرام جهودهم الكبيرة للوقاية. وصرحت اعتدال عن إزالة 5 ملايين محتوى متطرف وإغلاق أكثر من 2000 قناة متطرفة، وذلك خلال 59 يوم بس. المملكة في الحقيقة سباقة ورائدة في موضوع مكافحة الإرهاب والتطرف من زمان صراحة، وحققنا أشياء عظيمة جدا خصوصا اليوم مع اعتدال. يعني نقفل هذه العدد من المواقع أو من الحسابات في فترة زمنية قصيرة، هنا يدل إنما يدل على المتابعة واتخاذ القرار المناسب. وكمان إحنا يعني حتى كناس كمستخدمين للسوشيال ميديا أو للإنترنت، لما نشوف هذه المواقع المفتوحة اللي بالفعل ممكن تؤثر سلبا على عقول أبنائنا وشبابنا، لازم إننا نبلغ عنها. صحيح صحيح، وانا يعني مبسوطه كثير بهالخبر، وان شاء الله انهم يلتفتون لبعض المنصات اللي اليوم يمكن قاعدين نشوف فيها افكار غريبه او تطرف بطريقه او باخرى. لكن مثل هذا العدد في 59 يوم الصراحه هذا انجاز جميل، وفعلا هذا واجبنا وواجب كل مواطن، انه مجرد ما يشوف فكره، يشوف تغريده، يشوف شخص، يشوف حساب، يشوف افكار غريبه، انه يبلغوا. هذا اقل شيء انه احنا نقدر نسويه لوطننا.